امين مرزوق عبد الله يا فندم. انت بقى مرزوق؟ ايوه يا فندم. انت نيلت ايه يا ابني؟ في ايه حضرتك؟ كلموني عايزينك في امن الدوله. ازيك يا مرزوق؟ الحمد لله يا فندم. تاكل حمام؟ شكرا. ده خاطب البيت اخت ادم عبد الحي. ايوه يا فندم. حلوه؟ ايه السؤال جه على كرامتك؟ تحبها؟ اللي تشوفه سعادتك. ايوه. طالما بقى اللي اشوفه سعادتي يبقى انا مؤاخذه يعني واخد على خاطري منك. يا اخي الواد ادم عبد الحي ده عمل عامله مليانه ب60 ميله. الواد ده مش بيحترمك على فكره. انت في المستقبل هتبقى جوز اخته. وبعدين انت ابن مصر. راجل من رجاله مصر. وبتذاكر. خدت كليه الحقوق. في المستقبل ممكن تبقى ضابط شرطة. يعني ممكن تبقى زميلي. ممكن تبقى هنا هو جاري معايا في أمن الدولة. أنت مرزق يا ده مرزوق والله. مرزق. أيوة يا فندم بس أنا عايز أقول حاجة. يا ابني قول اللي أنت عايزه. بقول لك إحنا زمايل. خد راحتك مرزوق سامعك اتفضل. يا فندم آدم إرهابي وابن 60 كلب. يا مرزوق. عايز تقول حاجة لآدم؟ إرهابي وابن 60 كلب. طيب احنا متفقين اهو المسألة خلصانة. بس انا مرزوق والله العظيم ليه احتب عليك؟ ازاي يا مؤاخذة يعني تبقى عارف انه إرهابي وابن 60 كلب وما تعمليش مفاجأة وتجيبه في ايدك كده وتخش عليا؟ عارف يا مرزوق مشكلتي في حياتي ان مفيش حد بيعمل لي مفاجأة خالص. انا دايما اللي بعمل مفاجآت للناس. بص يا مرزوق انا عايزك تركز في اللي هقوله لك. ادم عبد الحي هنجيبه بس لما نجيبه احنا كنظام النظام ساعتها مش هيرحمك لان النظام هيعرف ان انت كنت عارف ان ادم ارهابي ومتستر عليه. اظبط؟ حلو. لكن لما انت تجيب لي ادم عبد الحي الوضع هيختلف. بص يا مرزوق جبت لي ادم ما جبتليش ادم في الحالتين انت معايا. جبت لي ادم هتبقى راجل من رجالتي معايا هنا في مكتبي. ما جبتليش ادم عبد الحي برضه هتبقى معايا بس مش في مكتبي. هتبقى في الاوضه اللي جوه. وربنا يكفينا ويكفيك بقى شهر الاوضه اللي جوه. انا ما بحبش احرق المفاجآت. هسيبك كده تعرفها واحده واحده. يلا تعال تفضل. يا اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه يا دكتور. الحمد لله على السلامه يا دكتور. الحمد لله على السلامه يا دكتور. الله يسلمك شريف ابني لسه راجع من امريكا. الحمد لله على السلامه يا شريف بيه. مال يدك؟ الف سلامه على يدك. الله يسلمك. تدرس ده اجدع صعيد اشتغل عندي. راجل في منتهى الامانه. يلا يلا روحوا هاتوا الشنطة. هوا يا دكتور هوا. اوعى تغلط قدامهم. انت من هنا ورايح ابن شريف. هو ابن حضرتك فين؟ هاجر من سنين
والأرض دي أنا اشتريتها على أمل إنه يعيش فيها ويبقى وسطينا. ربنا يرجعه لك بسلامة. قعدت أربي فيه ولما كبر هاجر وما فكرش فيا. يلا طيب شباب ربنا يهديه. على فكرة أنا جبت لك لاب توب وفلاشة النت عشان لما نتكلم من خلالها دي أأمن طريقة. اتفضل اتفضل. مشاهدينا الكرام إليكم هذا الخبر العاجل. أعلنت جماعة شهداء الجنة مسؤوليتها عن حادث مقتل المواطن الأمريكي بالقاهرة، وأفاد المتحدث الرسمي باسم الجماعة بأن هذه هي أولى عمليات الجماعة في مصر وأن عملياتها سوف تتوالى في المستقبل. الو مصطفى، ازيك يا درش؟ تحت النظر يا حبيبي، انت اخبارك ايه؟ طيب جميل جميل. بقول لك ايه، انا عايز اطلب منك خدمه. ربنا يخليك. عايزك تعرفي تاريخ السفر بتاع تذكره باسم نانسي جورج غطاس. نانسي جورج غطاس، مظبوط مظبوط. بص يا درش، هي كانت المفروض ان هي مسافره ايطاليا على الخطوط بتاعتكم بس اجلت سفرها. انا عايزك تعرف لي السفر اتاجل امتى بالظبط. يا ريت يا اخويا يا ريت. لا مش كده، انا بس عايز اعمل لها مفاجاه واوصلها المطار بنفسي. هو ادم ما بيجيش يزورني ليه يا عامر؟ اصل ايه؟ ما تتكلم، قلقتني. اصله متهمينه في قضيه